ده 2017، انتوا لكم سنتين الان ماشيين على السنه الثالثه. في امل في البطوله الافريقيه؟ شوف انا داير اقول لك بكل صراحه. كاس الافريقي لو ما جاء 2017 في الهلال انا ما بيجي داخل نادي الهلال. ده تصريح خطير طبعا. بس. وثاني ما تزعل نشوف الحاجه ده تصريح خطير. بس. وحصري على السودانيه. على السودانيه حصري. السودانيه 24 رئيس نادي الهلال يتوعد يا البطوله الافريقيه او حيبتعد عن نادي الهلال.